بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر احمد ندى، والنهارده مكملين مع بعض شرح ليسون 1 اللي بدأنا الحلقة اللي فاتت، اللي هو كان بيتكلم عن ايه؟ فاكرين؟ كان بيتكلم عن الريبرودكشن ان بلانتس، يعني التكاثر في النباتات. ان شاء الله يا شباب حلقة النهارده هنتكلم عن الريبرودكشن بروسيس نفسها، وهنتكلم كمان عن التايبز اوف ريبرودكشن، انواع التكاثر. خليكم معانا لاخر الحلقة عشان تعرفوا هنتكلم عن ايه النهارده. ليتس جو يا شباب، ليتس جو، يلا بينا نبدأ حلقة النهارده. النهاردة يا شباب هنتكلم عن التو تايبز اوف ريبرودكشن ان بلانتس، النوعين بتوع التكاثر اللي بيحصلوا في النباتات. يا اما يحصل سيكشوال ريبرودكشن، تكاثر جنسي عن طريق الفلاور، يا اما يحصل اسيكشوال ريبرودكشن، تكاثر لا جنسي، وده هنعرفه في وقتها لما نيجي ناخده. اتفقنا؟ عندنا تو تايبز اوف ريبرودكشن، يا اما سيكشوال يا اما اسيكشوال، يا اما جنسي يا اما لا جنسي. تعال نبدأ الأول بالسيكشوال ريبرودكشن، بالتكاثر الجنسي. إيه اللي بيحصل فيه وإزاي بيتم؟ قال لي this type happens via flowers، النوع دوت من الريبرودكشن بيحصل عن طريق الفلاورز، الزهور زي ما اتفقنا في الحلقة اللي فاتت. And it take place in two successive processes، وبيحصل على عمليتين متتاليتين. أول عملية اسمها pollination، إن لازم يحصل تلقيح، يعني إن البولين جرينز حبوب اللقاح تتنقل من الميل وتوصل للفيميل وتدخل جوه الاوفيولز جوه البويضات. بعد كده يحصل fertilization اللي هي عملية التخصيب، اللي هي لما البولين جرين تدخل جوه الاوفيول جوه البويضة يبتدي يحصل fertilization. طيب في الاول هنتكلم عن البولينيشن، وبعدين نبقى نتكلم عن fertilization. ايه هي البولينيشن بروسيس؟ قالي it is the process، هي عملية transfer of pollen grains، نقل حبوب اللقاح from the flower anthers، من الانثرز بتاعت الفلاور تو ذا ستيجما، للي ستيجما. اتفقنا كده؟ زي كده بالظبط. ده الانثر اهو هيخرج منه البولين جرينز، هيحصل له سبريدنج، هينتشر، وبعدين في النهايه يقع على الستيجما بتاعت النبات التاني فيحصل بولينيشن. بيقول لي خد بالك ان البولين جرينز ار سمول سيلز، هي خلايا صغيره فورمد ان ذا انثر، بتتكون في الانثر انسايد ذا بولين تشامبر، داخل غرفه اللقاح. When those grains become mature، أول ما تصبح الحبوب ديت mature يعني ناضجة تنضج، the anther splits longitudinally، الأنثر بيحصل له انشطار بالطول، بينشطر بيتقسم بالطول. And the pollen grains spread in air like dust، وتبتدي البولين جرينز دي الحبوب بتاعت اللقاح دي تنتشر في الهواء شبه حبيبات الغبار كده زي التراب. اتفقنا؟ وبعدين قال لي بعد ما البولين جرينز دي تنتشر في الهواء، اول ما تقع على الاستجما بتاعت another flower يبتدي يحصل البولينيشن. طب انا عندي كام نوع من البولينيشن، كام نوع من انواع التلقيح؟ قال لي عندي اتنين، سيلف او اوتو بولينيشن اللي هو التلقيح الذاتي، ميكسد او كروس بولينيشن اللي هو التلقيح المختلط. وخد بالك الاتنين دول هتحتاجهم لما تطلع تالتة اعدادي، في اخر يونت في تالتة اعدادي هتحتاج الحاجات دي تاني، يا ريت تفهمها من دلوقتي كويس. بيقول لي ايه هو السيلف بولينيشن وايه هو الميكسد بولينيشن. السيلف بولينيشن it is the transfer of pollen grains، هو انتقال حبوب اللقاح from the anther of a flower، من الانثر بتاع فلاور to the stigma of the same flower، للاستيجما بتاعت نفس الفلاور. تمام؟ او to another flower in the same plant، او للاستيجما بتاع another flower، بس بشرط يكون الوردتين على نفس النبات. على نفس ايه؟ النبات. في الحالة دي يبقى الفلاور عملت سيلف بولينيشن، لقحت نفسها بنفسها. اتفقنا؟ طب امتى تبقى ميكسد؟ قال لي it is the transfer of pollen grains، هو انتقال حبوب اللقاح from the anthers of flower، من الانثرز بتاع فلاور to stigma of another flower، للاستيجما بتاع وردة تانية او زهرة تانية in the other plant، في نبات اخر of the same kind، بس بشرط يكون التو فلاورز of the same kind، من نفس انه يعني حبوب اللقاح هتتنقل من ورده لورده تانية خالص بعيد عنها. اتفقنا؟ تعال نشوفهم كده تاني ونشوف اشكالهم. هتلاقي هنا ان الورده دي عملت سيلف بولينيشن لنفسها، الانثر دوت طلع البولين جرينز بعته للاستيجما، والاثنين اون ذا سيم فلاور على نفس الزهره. او ان الانثر بتاع الفلاور دي يبعت البولين جرينز بتاعته للاستيجما بتاعت الفلاور اللي معاه في نفس البلانت، في نفس النبات. الحالتين دول كده سيلف بولينيشن. اما لو البولين جرينز هتتنقل من فلاور لفلاور تاني على نبات تاني، يبقى كده حصل ميكسد بولينيشن. اتفقنا؟ طيب تعال نشوف ايه الفروق اللي ما بينهم وايه الريزونز
الاسباب اللي بتخلي كل نوع من دول يحصل. قال لي ان السيلف بولينيشن الاسباب بتاعته ان الانثر والاستيجما ار ماتيورد ان ذا سيم تايم، يعني ان الانثر والاستيجما حصل لهم نضوج في نفس الوقت. نون بلومينج فلاورز انتل كومبليت كومبليشن او كومبليت ذا فيرتلايزيشن بروسيس، وان الزهره مش هتفتح الا لو اكتملت عمليه التخصيب. اما في الميكسد بولينيشن الانثر والاستيجما ار نوت ماتيورد ان ذا سيم تايم، ما بينضجوش في نفس الوقت، وهنا الفلاورز ماست بي يونيسيكشوال، لازم الزهور تكون يونيسيكشوال عشان البولين جرينز تتنقل من الميل للفيميل. طب اديني الاكزامبلز. قال لي عندك السيلف بولينيشن اللي بيعملوا سيلف بولينيشن عندك البيرلي بلانت والفليكس بلانت، اما اللي بيعملوا ميكسد بولينيشن الميز بلانت والسان فلاور بلانت. اتفقنا؟ تعالوا نشوف كام سؤال جيف ريزون دول يا شباب كده ونحلهم مع بعض. بيقول لي جيف ريزون البولينيشن في البيرلي بلانت السيلف بولينيشن، يا ترى ليه؟ احنا اتفقنا ان في سببين للسيلف بولينيشن. النوع ده من النباتات اللي هو البيرلي بلانت بيحصل له سيلف بولينيشن بيكوز اتس فلاور نيفر بلوم، لان الورده بتاعته او الزهور بتاعته ما بتتفتحش until the completion of fertilization process، لحد ما تكتمل عمليه التخصيب. طب ليه البولينيشن اللي فليكس بلانت از سيلف بولينيشن؟ هقول له بيكوز الانثر and stigma are matured at the same time. طب دول السببين اللي بيحصل عشانهم self pollination سواء في البلانت ده او في البلانت ده. تمام، تعال نبص الناحيه الثانيه. البولينيشن اللي في الميز بيبقى ميكسد ليه؟ قال لي لان الفلاورز بتاعته بتبقى يونيسيكشوال وحيده الجنس، يعني في منها ميل بس وفي ميل بس، فلازم يحصل كروسيشن او يحصل اللي هو الكروس بولينيشن. تمام، طيب البولينيشن بتاع السن فلاور بلانت is mixed pollination، يا ترى ليه؟ قال لي لان الفلاورز بتاعته يونيسيكشوال، ده سبب. السبب الثاني ان الانثر والاستيجما بتوعه ار نوت ماتيورد ات ذا سيم تايم، لا ينضجوا في نفس الوقت. اتفقنا؟ طيب بوت رايت اور رونج، يا ريت يا شباب نوقف الفيديو لحظه اذا سمحتم ونحل الثلاث اسئله دول ونسيب الاجابات تحت في الكومنتس اللي تحت الفيديو عشان اتاكد انكم فهمتوا الجزء دوت ولا لا، واي حد عنده مشكله يسيبها لنا تحت في التعليقات. تعالوا نشوف بقى الـ types of pollination كلها على بعض بقى. قال لي احنا عندنا نوعين، الـ self pollination والـ mixed pollination، وعرفت الفرق ما بينهم. قال لي بس الـ mixed pollination ليه methods، ليه طرق كتير، زي الـ pollination by winds اللي هو التلقيح عن طريق الرياح، او الـ pollination by insects التلقيح عن طريق الحشرات، او الـ artificial pollination اللي هو التلقيح الصناعي. عايزين نعرف ازاي كل واحد فيهم بيتم وبيتم ليه. اتفقنا؟ يبقى تاني التايبز اوف بولينيشن عندنا سيلف بولينيشن وميكسد بولينيشن. السيلف بولينيشن هي طريقه واحده ملهاش تاني، الميكسد بولينيشن ليه اكتر من طريقه بيتم بيها، يا اما عن طريق الوايند او الانسكتس او ارتفيشيالي صناعيا. طيب تعال نشوف اول نوع الميكسد بولينيشن او الكروس بولينيشن. قال لي هنا البولين جرين ترانسفير فروم وان فلاور تو انذر فلاور، حبوب اللقاح هتتنقل من زهره لزهره باي ديفرنت ويز، بطرق مختلفه. طب الطرق دي اما ايه اما ايه اما ايه؟ قال لي يا اما باي وايند، يا اما باي انسكتس، يا اما ارتفيشال بولينيشن، يا اما عن طريق الرياح، يا اما عن طريق الحشرات، يا اما عن طريق الانسان، ويبقى ده تلقيح صناعي. تمام كده؟ قال لي طب تعالى نبدا باللي بيحصل باي وايند عن طريق الرياح. قال لي الفلاورز بولينيتد باي اير، بتتلقح عن طريق الهواء، يعني الزهور اللي بتتلقح عن طريق الهواء. Are characterized by، بتتميز بإيه؟ قال لي إن الأنثرز are hanged، الأنثرز بتاعتها بتبقى hanged معلقة في الهواء. To be easily opened by air، عشان يبقى سهلة الفتحة عن طريق الهواء، عشان الهواء لما يخبط فيها يفتحها بسهولة. قال لي كمان الاستيجما are feathery like and sticky، يعني الاستيجما بتاعته بتبقى شبه الريشة and sticky، وعليها مادة لزجة عشان تلقط حبوب اللقاح اللي طايرة في الجو. To catch pollen grains from air. كمان البولين جرينز ار برودوسد وذ ا هيوج نمبر، يعني بتنتج بكميات او باعداد كبيره. ليه؟ قال لي تو كومبنسيت وات ار لوست ان اير، عشان تعوض اللي فقد في الهواء، اللي طار في الهواء وبعد بعيد عن الفلاورز عن الزهور وضاع، خلاص ده ما بقاش ليه اي لازمه. فعشان كده البولين جرينز بتنتج بكميات كبيره في الزهور اللي من النوع ده عشان كومبنسيت، تعوض اللي ضاع. كمان البولين جرينز ار لايت ان ويت اند دراي، البولين جرينز بتكون خفيفه في الوزن ودراي يعني جافه،
طب ليه خفيفة وجافة؟ قال لي to be easily carried by air، عشان تبقى سهلة الحمل عن طريق الهواء، عشان الهواء يقدر يشيلها. اتفقنا؟ كل حاجة من اللي انا قلتهم دول ممكن تجيلك give reason، لازم تعرف السبب بتاع كل واحد من دول. اتفقنا؟ طيب تعال نروح للطريقة التانية اللي هي by insects، عن طريق الحشرات. قال لي الflowers pollinated by insects are characterized by، الزهور اللي بتتلقح عن طريق الحشرات بتتميز بشوية حاجات. ايه هما؟ قال لي ان البيتلز ار كالرد اند سنتد، ان الاوراق الملونة بتاعتها بتكون ملونة وذو رائحة، عشان اتراكت الانسكتس، تجذب الحشرات زي البيز زي النحل كده. تو فيد اون اتس نكتور، عشان تتغذى على الرحيق بتاع الزهرة دي. قال لي وكمان البولين جرينز ار ستيكي، ستيكي يعني لزجة، البولين جرينز بتاعت النوع ده من الزهور بتبقى لزجة. or having porous surface، او ليها سطح خشن. طب ليه؟ قال لي to stick or adhere، عشان تلزق on the insect body، على جسم الحشرة، فتلزق حبية اللقاح على جسم الحشرة، والحشرة بتتنقل من مكان لمكان، فتنقل البولين جرينز معاها وهي بتتنقل. اتفقنا يا شباب؟ طيب تعال نشوف الارتفيشال بولينيشن. قال لي this method of pollination is carried out by man، بيحصل عن طريق الانسان. زي مين؟ قال لي زي البالم تريز، النخل. النخل ما بيلقحش نفسه بنفسه، لازم الجاردنر، الراجل المسؤول عن الحديقة او عن الارض دي اللي مزروع فيها النخل، spread palm trees pollen grains over their female flowers، هو اللي ينشر البولين جرينز دي على النخل التاني اللي هو بيكون عنده female flowers. طيب يا ترى ليه؟ قال لي لان البولين جرينز بتاعة البالم تريز بتكون هيفي، تقيلة شوية، فلا هتتنقل عن طريق حشرة ولا عن طريق الهواء، فلازم يحصل لها artificial pollination. بيقول لي give reason، sometimes man has to pollinate palm tree، الانسان بعض الاحيان لازم يلقح اللي هو الشجر بتاع النخل. قال لي to ensure the pollination process as pollination is difficult to occur by air or by insects، عشان يتأكد ان حصل عملية تلقيح، لان من الصعب حدوث عملية التلقيح دي عن طريق الهواء او عن طريق الحشرات. لحد دلوقتي في حد واقف قدامه حاجة؟ فاهمين؟ عرفنا الثلاث طرق اللي بيحصل بيهم ميكسد بولينيشن. ولحد هنا يا شباب اكون حلقه النهارده خلصت. هستناكم تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقوا اللينك تحت في الديسكريبشن بتاع الفيديو، وكمان هتلاقوا اللينك للجروب بتاعنا تقدروا تنضموا ليه. وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتشترك فيها وتفعل زر الجرس وتضغط لنا لايك للحلقه لو عجبتك، وتسيب لنا كمان كومنت باجاباتك ورايك في الحلقه، وما تنساش تعمل شير للحلقه لكل اصحابك وقرايبك عشان يستفيدوا زي ما انت استفدت. واشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.